السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الطاجين ديال البقري بالبطاطا. اللي غادي نحتاجو ليه اللحم البقري، عندنا بطاطا القياس اللي بغيتو، كذلك اللحم اللي بغيتو. عندنا بالنسبه للعطريه عندنا الابزار، عندنا سكنجبير، عندنا الخرقوم، عندنا الثومه غبره او لا الثومه طريه، عندنا الملحه، وكذلك واحد الكاس لارب ديال ما بين الزيت بلديه اوروميه، وعندنا جوج ديال البصلات مشلضين مقطعين رقاق، وعندنا واحد المعلقه كبيره ديال القزبور. دائما كيف ما العاده كنبدا لكم، اول حاجه غادي ناخذ اللحم، غادي نضيفوه في الطنجره، غادي نشعلو عليه، غادي نضيف واحد شويه الماء باش غادي نشحرو. دائما كيف كنوريكم في بزاف ديال الطواجن، الابزار، الخرقوم، الثومه، ملحه، غادي نخلي هادشي كيتشحر ونرجع ليكم. صافي، هنا من بعد ما تشحرات لي اللحيمه دابا غادي نضيف عليها البصله، وغادي نضيف الزيت، وغادي نحرك هادشي عاوتاني كذلك يتشحر. دابا غادي نديرو القياس ديال الماء من بعد ما تشحرات لنا البصله والزيت، القياس ديال الماء اللي غادي يطيب فيه اللحم. ها هو ده سخون، الزيت، درت جوج كيسان ديال الماء قد هادو كبار. دابا غادي نسد عليه هاد اللحم هذا، ومن بعد منين يطيب نرجع لكم. صافي، هنا ها هو دا اللحم طاب ليا. دابا غادي نضيف عليه بطاطا، بطاطا والقزبور اللي عندي، صافي. دابا رميت كي قلت لكم بطاطا وزدت عليها القزبور، ديك المعلقه ديال القزبور. دابا غادي نشد عليها مده 5 ديال الدقائق اللي كنقول لكم دائما، ونطفي عليها ونخليها تكمل في لافابور ديالها طياب، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال المو ديال البطاطا من بعد ما وجدات ان شاء الله. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا باللحم اللي طيبت لكم. كنتمنى تعجبكم وتجيكم بحالي ان شاء الله. ودائما كيف كنقول كنقدم لكم وصفات شعبيه اللي كتبغيوها، المعتاده اللي كندير انا في البيت ديالي، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبو كذلك نتوما. وبالصحه والرقه، ما تنساش الاشتراك معايا في الكومنتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.